بعض الأحيان قد نحتاج في تحدث بشكل متكرر داخل البرنامج، ويمكننا توفير الوقت اللازم لإعادة تنفيذ هذه الخطوات عن طريق استخدام الكنترول. والماكرو عبارة عن أوامر أو خاصة ببرنامج شيل يتم حفظه داخل هذا الماكرو، ويتم تنفيذ الأوامر واحدة بمجرد استدعاء الماكرو. فإذا أردت على سبيل المثال إدراج اسم عنوان الشركة بتنسيق معين داخل جميع صفحات التي نقوم بها، فسوف يكون ذلك اسم وعنوان الشركة وتنسيق هذه الفتيات داخل كل صفحة من صفحات العمل. ويوفر لنا الماكرو هذا الموجود، حيث يتم تسجيل الخطوات اللازمة لإضافة الشركة والإضافة إلى خطوات تنسيق هذه الفتيات داخل الماكرو، ثم إضافة اسم الشركة والآن إلى أي صفحات العمل بمجرد الماكرو. يجب قبل تسجيل الماكرو تحديد الخطوات والأوامر التي تنفيذها، حيث أنه سوف يقوم البرنامج بتسجيل أي خطأ يحدث أثناء تسجيل الماكرو خطوة من الخطوات. في هذا المثال نقوم بإنشاء الماكرو على إدراج اسم وعنوان الشركة في خليتين تاليتين، بحيث يتم عرض الشركة بحرف 14 وبحرف سميك، أيضا إظهار عنوان الشركة بخط ثمانية وبخط مائل. سنفتح القائمة موزيلا تولز ونختار ريكورد نيو ماكرو من القائمة الداعية ماكرو. ندخل الاسم الذي نريده في الخانة ماكرو نيم. ملاحظة أنه لابد من تسمية الماكرو، كما يجب أن يكون اسم الماكرو ولا يجب أن يبدأ برقم، ولا يمكن أن يتضمن باقي اسم الماكرو على أرقام. يجب أيضا أن لا يتضمن اسم الماكرو على أي مشاكل خالية أو أي فرصة سبيشال سيرش. فندخل اسم لهذا وليكن name_s. وفي الشورت كات نحدد مفتاح الاختصار المستخدم لتنفيذ الماكرو من المفاتيح. نقوم بإدخال الملف الذي نريد استخدامه كمفتاح اختصار مع الكنترول من لوحة المفاتيح وليكن حرف A. ومن القائمة ستور ماكرو نحدد الملف الذي يحفظ هذا الملف بداخله. فعند اختيار this workbook سوف يتم حفظ الماكرو داخل العمل الحالي، وبالتالي يتم تنفيذ هذا الماكرو داخل الملف فقط. عند اختيار workbook فسوف يتم الماكرو داخل ملف عمل جديد، وعند اختيار الماكرو يتم حفظ الماكرو داخل ملف خاص يسمى pers.xl موجود تحت المجرد xl part الخاص بxl. عند حفظ الماكرو داخل هذا الملف فسوف يمكننا تنفيذ الماكرو داخل ملف عمل. سنقوم باختيار Person Macro Workbook. وفي Description يتم كتابة وصف لهذا الماكرو أو بعض البيانات الأخرى من تاريخ التسجيل. يقوم البرنامج بإدراج تاريخ تسجيل هذا الماكرو واسم المستخدم داخل هذا الجزء بصورة تلقائية، ويمكننا تنفيذ بيانات هذا الجزء إذا أردنا ذلك. والآن نضغط على المفتاح أو لبدء تسجيل الماكرو، فنضع ظهور الكلمة Recording في شريط الآلة Status Bar دل على أن البرنامج سيقوم بتسجيل أي خطوة سيقوم بإجرائها ووضعها داخل الماكرو. كما يلاحظ ظهور الشريط Stop Recording داخل نافذة البرنامج. وقبل البدء بتنفيذ الخطوات التي يتم تنفيذها داخل الماكرو، يجب تحديد هل نريد أن يتم تنفيذ الماكرو في نفس موضع العملية الخلية المستخدمة عملية التسجيل، تنفيذ الماكرو في الخلية أو الخلية التي نقوم بتسجيلها، ولتنفيذ الماكرو في موضع الخلية المستخدمة في عملية التسجيل يجب استخدام العناوين السابقة التي تم عليها في الأجزاء السابقة. ليتم تنفيذ الماكرو بدءا من الخلية التي نقوم بتحديدها يجب استخدام العناوين الأصلية، ولتسجيل الماكرو استخدام العناوين الأصلية نضغط على المفتاح Relative Reference. والآن سنقوم بإجراء الخطوات التي نريد تسجيلها داخل هذا الماكرو. سنقوم بتنفيذ هذه الخلية، فنختار حجم الخط 14 من القائمة Font Size. نضغط على المفتاح وإتحرك من شريط التنسيق Formatting جعل الخط مائل وسميك. ندخل اسم الشركة داخل هذه الخلية ونبشر داخل هذه الخلية لإدراج عنوان الشركة. سنقوم بتنسيق هذه الخلية أولاً، فنختار خط 8 من القائمة Font Size ونضغط على Italic لجعل الخط مائلا.
ثم نقوم بإدمان وعن أشهر. ثم نضغط على Enter من لوحة المفاتيح لإنهاء عملية إدخال البيانات داخل الخلية. بعد الانتهاء اضغط على المفتاح Recording عملية تسجيل الماكرو. يمكننا تنفيذ الماكرو الذي قمنا بإنشائه في الملف العملي أو في ملف عمل كما سنتعلم في الأجزاء القادمة.